كيف قلت لك 31 سنة وكان بان كأنني عندي فوق 40 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسبب المرض والحمد لله. الزنقة بهذا المرض تقدر تورينا أخي هيثم توري مغل بهذا المرض اللي فيه وبهذه الحالة هذه الزنقة كي هانت. ما بغيت والو، بغيت ربي يجمعني بالأم ديالي في الجنة. كنتمنى بلادي اللي بلادي الأم أن يكون فيها يعني فهمتيني هاد الشيء هذا اللي دابا أنا كنعيشو حاليا في الطبيب، بغيت نشوفو في بلادي. حسوا بيا الناس، حسوا بيا الحمد لله. انا فرحت بزاف حيت اتصلوا بيا الناس. كيفاش حتى وصلتي هنايا؟ يعني حنا درنا معك فيديو، بغينا نعرفوا كيفاش حتى وصلتي للسبيطار. كنت مده 12 عام وانا نعاني في بلادي، عشت واحد المأساه وواحد لا يعلمها الا الله. بس خوتي وصلنا للسبيطار ديال المار فين كاين الاخ هيثم، خليكم معنا غادي ندخلوا ونشوفوا الاخ هيثم كيفاش داير. واحد النقطه، حتى اللي بغى يجي يزور الاخ هيثم كاين في الاسبيطار ديال المار تبقى ثلاثه. الاخوان حيتنا يلا وصلنا للغرفه هذه اللي فيها هيثم، باش كلكم كتعرفوا غادي ندخلوا عندو دابا حنا ان شاء الله ونبداو مع هاد اللقاء. حتى باش كنهضروا بشويه بوحدي كاين المرضى ناعسين هنايا، بس غادي ندخلوا نشوفوا كل هيثم كيفاش داير. مرحبا. هيثم مرحبا بينا عندك. مرحبا اخويا. كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله مزيان الحمد لله على كل حال. اخويا هيثم الحمد لله الحمد لله، يعني دخلنا لقينا وجهك مبشور ومبتسم، يعني مرتاح، وكاين فرق كبير يعني بالمقارنه مع المره الاولى فين تلاقيناك. بغينا نعرفوا اخويا هيثم شنو اللي تبدل. السلام عليكم خويا رضا وخويا الياس، كنشكركم على هذه الزياره هذه، شكرا بزاف والحمد لله على كل حال. انا منين لقيت راسي حاليا دابا في المشفى، يعني انا مريض خصني اهم حاجه هي العلاج، انا جيت لهنا على العلاج. لقيت راسي الحمد لله في الطبيب، كاينه الحمد لله يعني عنايه طبيه مقابلين معايا. دابا انا هنايا يعني مده واحد 18 يوم ولا 19 يوم وانا ناعس الحمد لله، يعني باغيين يعرفوا الحاله من الاول حتى التالي، لقاو شويه الامور صعيبه ولكن المهم تيدي وخدمتهم. انا ما نعرفش هما ادراء علميين بهذا الشيء، وان شاء الله يكون خير باذن الله. يعني بغاو دابا يعني متبعين معك وهو يعرفوا يعني بحال اللي بغاو يشخصوا الحاله ديالك، ولا ما فهمتش كيفاش هما المرضي يعرفوا بانها لا مرضي اللي كاينه عندي مزمنه لا مرضي دوك خون، يعني خصهم يعني يديروا اجراءات. دابا اخر اختبار غادي يديروه لي باش يعرفوا الادويه اللي خصهم يعطيوها خاصه بي. اوكي خي هيثم، بغينا نعرفوا عافاك يعني كيفاش حتى وصلتي هنايا؟ يعني حنا درنا معك فيديو، بغينا نعرفوا كيفاش حتى وصلتي للسبيطار. الحمد لله كيفاش وصلت لهنايا عن طريق داكشي امر الله تعالى عز وجل. اللهم لك الحمد والشكر لله تعالى، هو الاول والاخر والحمد لله والشكر لله. يعني داك الفيديو شافتني واحد الانسانه وقالت لي اجي لعندي انا غادي نديك نصاوب لك يعني شهاده السكن، حيت شهاده السكن هنا هي اللي تتخليك تدخل يعني للطبيب. يعني بدون شهاده السكن ما كيبغيوش يصاوبوا الترخيطه ديال الطبيب، يعني واخا مريض ولا هذا. الحمد لله مشينا صاوبت داك الورقه، واخا داك الورقه ديال شهاده السكن يعني غادي تعطل واحد المده. انا لقاو ديال الحاله ديالي يعني هكايا، ساعدوا معايا داك السيده جات دخلت معايا حتى لهنا للطبيب. يعني الفضل كيرجع بعدا لديك السيده بفضل الله تعالى عز وجل. الله سبحانه وتعالى داك السيده هي اللي جابتني لهنايا، وحاليا مازال كتزيد تطلع عليا، وجاو عندي الناس طلعوا عليا وشافوني الله يكثر خيرهم. هيثم غير واحد دقيقه عافاك، بغينا نشكروا ديك السيده، يعني كنقول لك من المنبر يعني كنحيوك وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل منك يعني هذا الخير اللي درتي في الاخ هيثم، يعني جبتيه للسبيطار. بغيت كنشكروك بزاف والله يكثر من تالك. وكنشكروا كاع الناس يعني كاملين اللي تضامنوا مع الاخ هيثم. بس خي هيثم يعني لقيتي شي معاونات من عند الناس يعني تفاعل يعني اتصلوا بك الناس وساوك شويه هذا؟ انا من بعد ما صحت الفيديو ديالي انايا يعني والناس شافوا حالتي وشافوا يعني كيفاش هضرت وهضرت مقلبي، حسوا بيا الناس، حسوا بيا الحمد لله. انا فرحت بزاف حيت اتصلوا بيا الناس، اتصلوا بيا واحد الخوت وواحد الحباب يعني ساندوني فهمتيني. يعني باقيين محسنين اخي هيثم مازال؟ كاينين المحسنين ساندوني بالدعوات، كاين اللي ساندني يعني صافت لي بركات الله الحمد لله. انا شوف داك الناس اللي وقفوا معايا وساعدوني كنسال الله عز وجل وانا على فراش المرض
يرزقهم كل ما كيتمنى. امين يا رب العالمين. آمين. والله زعما يا ربي في هذه الايام المباركه في هذا الشهر العظيم عند الله يا ربي توقف معاهم وتجازيهم بالخير في هذه الايام المباركه. امين يا ربي امين. وهذا الشيء اللي بغيت نقولوا حتى حنا كقناه ايرمان حسين برشلونه كنشكركم بزاف وبلا بكم نتوما يعني حنا ما نقدروش نوصلوا لهاد الناس اللي محتاجين. بغيت كنشكركم بزاف 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 يعني على الخير اللي درتو فايته والله سبحانه وتعالى غادي يعوض يعني كل واحد وكما كيقول يعني صدقه ما كتنقصش من المال. وشكرا خويا هيثم. بغينا نهضروا شويه على الطب يعني كيفاش كيعاملوك هنايا الطب هنايا خويا مساله طب. زايد مساله الطب هنايا خويا العنايه الطبيه هنا زعما واش مقارنه مع المغرب مع ثم فين كنت هنا بلادي تنبغيها وتنحمق عليها ولكن الطب عندنا الاهمال الطب هنا الطب العنايه الحمد لله يعني قائمين بالواجب ديالهم يعني اي حاجه بغيتيها كيجيبوها لك يعني اي حاجه لا 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 كل شيء موفر هنا يعني الطبيب كيجي كيبغي يعني يوصل معاك للنتيجه اللي داير بك اللي كيجي يشوفك الناس ديال النظافه الناس لي زانفيرمير يعني اللي كيجي يدوزوا لك الدواء بهضره زوينه بكلام طيب وشي كيضحك يعني بانسانيه انت هي تاعك النفسيه لان اهم شيء فهمتيني هو الراحه النفسيه المريض راه ملي كيكون مريض راه ما كانش النفسيه ديالو مستقره ما الحمد لله يعني هنا كيلعبوا هذاك الجانب ديال يعني النفسيه يعني كيكون المريض يعني يرتاح نفسيا جانب مهم هذا من الاوائل حيت الا كان يعني النفسيه ديالو مرتاحه كيستجيب حتى للدواء ملي كيشوف الانسان عيان يعني وما قادرش وهذا كيبغيو مساكن يعني يعاونوا صراحه يبغيو يعاونوا تنشكرهم بزاف على هذه الانسانيه ديالهم وكنتمناو ان البلاد ديالنا يعني كنتمنى بلادي اللي بلادي الام ان يكون فيها يعني فهمتيني هذا الشيء هذا اللي دابا انا كنعيشو حاليا في الطبيب بغيت نشوفه في بلادي حيت مده 12 عام وانا نعاني في بلادي راه عشت واحد المأساة وواحد راه لا يعلمها الا الله وماشي اللي عشتو انا راه كاينين الناس ما كيعيشوا والله الا قلبي راه تيتالم معاهم علاش ما شاء الله ولا قوه الا بالله ردوز سيدك المحنه الشيء اللي بغينا نوصلو يعني الهضره يعني للمسؤولين يعني المسؤولين ما كرهناش حنا يعني هاد السبيطارات وهاد المعامله ديال الاطباء وديال هاد الناس هادو نلقاوها في بلادنا والله ما نجيو هنا نتعالجو يعني دخلنا عند اخ هيثم يعني المحل نقيوي الشومبر نقيوي يعني هادشي كيتبدل يوميا المعامله كيفاش كيتعاملوا معاه يعني ما شاء الله هادشي بغيناه حنا في بلادنا علاش حيت حنا كنحبوا بلادنا وما كرهناش نبقاو في بلادنا ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني المسؤولين ما قايمينش بالواجب بس خويا هيثم يعني الحمد لله يعني ملي شفناك في هذه الحاله والله الا فرحتينا الحمد لله الله يفرحك وكما بغيت نوضح يعني المتتبعين ديالنا كما قال الاخ ايدياس في الفيديو اللي فات هذا اليوتيوب هذا يعني راه كمهنه يعني كناخذوا واحد الاجر منه يعني كنستافدوا حنايا ولكن اللي بغينا نوضحوا للناس يعني هذا الاجر هذا ملي كنستافدوا منه حنايا يعني كنفرحوا ناس اخرين يعني بحال الاخ هيثم وحالات اخرين صورنا معاهم يعني كيستافدوا فلهذا يعني كنكونوا حنا فرحانين وراضيين بهذا الشيء اللي كنديروا اللي مطلوب هو الدعم ديالكم يعني دعمونا ودعيو معنا ودعيو مع الناس يعني اللي كنديروا مع الفيديوهات هذا الشيء هو المطلوب منكم بس خويا هيثم وانا كشخص ليا يعني انني انا مهما انا صورت يعني وبغيت نخرج وندير فيديو صورت الا لانني راني كنت مضطر وحالتي كان كيعلم بها الله يعني بغيت نوصل معاناتي لان كاينين الحمد لله خوت مسلمين لا يشوفوا خوهم في هذه الحاله ما غاديش يعاونوا هي هنايا الغربه صعيبه والناس ملهيين ولكن كاينين الناس الخير تيبغيو يديروا الخير واش كاينين الناس الخير الحمد لله اللي تيبغيو يديروا الخير والحمد لله ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخر الانسان اللي تعاون مع اخوه المسلم يعني وخصوصا في ارض المهجر هو جاي وما عندوش عائله ما عندوش عند من ينزل ما صعيبه بزاف كيجيو يزوروك ناس هنا يا اخي جاو عندي الناس باش كتحس وكتحس بواحد الفرحه كتحس بواحد الفرحه وكتستقر انا حاليا يمين دخلتوا عليا عاوتاني نتوما كترتاح الجانب النفسي راه مهم 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 اول حاجه راه هو الجانب النفسي كيعاونك على الشيء بالنسبه للام ديالك خيتها الام ديالك نعرفوا كيفاش الام ديالك شوف علاش حيت انت كيغوتولك في الفيديو غوتولك غير المرضي مهمته فهمت
انا شافوا ديك الكميه ديال الحب باش كتبغي الام ديالك وانا عارف كيفاش دايره دابا. شوف الانسان ملي كيكون متعلق بالله تعالى عز وجل كيكون تيبغي الله الله تعالى عز وجل تيحب فيه العباد، هذا امر الله تعالى عز وجل، هذه ماشي الاراده ديالي، اراده الله تعالى عز وجل. عز وجل الحمد لله يعني كنا فرحانه. المهم شنقول لك انا عندي حرقه كبيره على الفيروق. المهم وحاليا انا راه مسكينه فهمتيني مألمه حيت راني بعيد عليها ولو انني في الطبيب، ولكن هذا حكم الله. انا جيت لهنا حيت ما كايناش عنايه في البلاد، ما تسمحش كندعي مع الله وكنقول يا ربي تصبر على ان الفراق صعيب، لان الامه نحس بها انا، ولو اني نقول لك امي راه كتعاني وكتعذب راه تحس بها الام اللي مثلها، الام المناضله اللي بات وحضنات على وليداتها وجمعاتهم. حنا منا عانت معنا، أما كي قلت لك في داك الفيديو كنحييها واحد التحيه، علاش؟ حيت ام عظيمه هذه، وامي انايا كانت الله عز وجل اللي يجمعني بها في الجنه، والله ما بغيت والو، بغيت ربي يجمعني بالام ديالي في الجنه، واي واحد يجمع الله بميمته، والله الا عندي واحد العلاقه زعما مع ام ديالي امين امين اخوتي، والله الا كنبغي ام ديالي بزاف. الحمد لله، ولكن يعني الحمد لله انت الام ديال دابا يعني كتشوفك الا ماشي في الزنقه وفي السبيطار الحمد لله راه مرتاحه واحد شويه. اكيد واش كنتي في الزنقه وعلى هاد الحاله؟ واش هي دابا راك في الطبيب؟ وخي هيثم يعني الهضره اللي غنقول لك انا راه ما يقولوها حتى المشاهدين، يعني انت في وجهك تبارك الله يعني تنورتي يعني مقارنه الحمد لله العظيم يعني منور بارك الله تنورتي مقارنه مع الفيديو اللي فات الحمد لله. يعني كنت يعني بحال اللي هاز واحد الهم، اول حاجه هم كانت عليا ضغوطات نفسيه اخويا غيظه، دابا حنا كانت صحابه وكانت عليا ضغوطات نفسيه، كانت صحابه كاننا ما كنصوروا ما والو، كانت صحابه من قلبي وكنهضر من قلبي، انا كانت صحابه كنقول لك اللي كاين. انا ملي جيت لاوروبا كنت كنجي كنقول غادي نلقى يعني شي اشياء اللي كنت كنتخيلها في البلاد صراحه، ولكن من جيت لقيت صعوبات. مزيان هذا الشيء، مزيان هذا المحن يدوز فيهم الانسان باش يعرف الحاجه. ملي كتجيب واحد الصعوبه ماشي هي ملي كتجيك سهلا نعطيك هاك شد هادي، ولكن الحمد لله هذا الشيء شوف مهما دوزتو الا ورا فيه خير، الا ورا ربي عافني نصبر، ولو انني في هذه الحاله صعيب شويه الحمد لله. وقف معك الله سبحانه وتعالى الحمد لله. بويس خوتي كاين واحد الموضوع بغينا نطرقوا عليه، كاين بعض يعني المتتبعين ديالنا يعني كاين بعض المحسنين جزاهم الله خيرا اقترحوا على الاخ هيثم يفتح واحد القناه في اليوتيوب، يعني كما كتشوفوا الحاله ديالو بوبري يعني هو ما قادرش اصلا يخدم يعني معذور، واقترحوا عليه الناس يعني يفتح واحد القناه في اليوتيوب. الموضوع اللي غادي يدير الاخ هيثم انا غادي نبسط لكم غير شويه من بعد نخليه هو يتكلم، هو بغى يعني يعطي واحد الفكره ديال واحد المغترب اللي بغى يجي من المغرب ولا اي دوله اجنبيه بغى يجي يتعالج هنايا باش ما يطيحش في الاخطاء اللي طاح فيهم الاخ هيثم ولا في الصعوبات اللي لقاهم. هذا هو الموضوع ديال القناه اللي غادي تكون، نخلي لكم هيثم واللي غادي يشرح لكم ماس ان شاء الله باذن الله. انا كنشكركم على هذه الباديه هذه اللي ديروا معايا يعني تحاولوني يعني تحاولوا تساعدوني على الصعود على هذه القناه هذه باش توصل يعني باذن الله. وداك الشيء الا يسر الله وكان فيه خير ان شاء الله نتمنى من الله يكون الخير ان شاء الله. ولكن الموضوع اللي باغي دير في هذه القناه الموضوع يعني ان شاء الله غادي نبدا لهم بعد ما غادي نخرج من الطبيب، نحاول نحكي لهم كيفاش جيت القصه ديالي على طريق تركيا حيت راه قصه طويله، نحاول نحكيها للاخوان ديالي ويعرفوا يعني نحاول نبقى كنشارك معهم الحياه اليوميه ديالي، وكنتمنى انهم يقبلوا عليا ان شاء الله. ربي يحفظك غادي يقبلوا عليك واللي اهم حاجه شنو هو اللي كنأسستيو عليه، وهو غادي يوضح بزاف د الامور يعني هذوك الناس اللي جاني تعالجوا هنايا يعني شنو كيتسناهم، يعني داكشي اللي طاح فيه الاخ هيثم ما طيحوش فيه نتوما. بس اللي كنطلبوا منكم اخوتي غادي نخلي لكم القناه اللي غيقول الاسم ديالها شنو غتكون ان شاء الله. ما صراحه الاخ هيثم فلوق دابا حاليا راني فاتحها، ولكن مازال صراحه هادي راه ملي كنت وصلت هادي راه فاتح القناه هادي مده 4 شهور يعني تكمل على هذيك خصني نكمل ان شاء الله على داك الاسم ديالها هيثم فلوك. واش هيثم فلوك غادي نخليوها لكم هنايا، غادي نخليوها في صندوق الوصف وفي التعليق المثبتيه والصفحه ديال الفيسبوك ديالو. بس خوتي المطلوب منكم يعني كما شفتوا هيثم يعني الحاله كما شفتوا بوبري يعني الحرقه باش كيهضر، كنطلبوا منكم الطلب تدخلوا تابوناو معاه يعني المتتبعين ديالنا الكرام، نتوما الحاله نتوما شفتوها دخلوا يعني تابوناو معاه ونشجعوه، يعني هذا هو اللي نقدروا نديروا
يعني ما نقدروش ندبروا له خدمه ولا شي حاجه برك ما يقدرش يخدم، ولكن هذا الشيء اللي نقدروا نديروا يعني نتعاونوا معاه حتى نطلعوه ونطلعوا ديك القناه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، الله يجازيكم بخير. هذا الشيء اللي كاين خويا. وكلمه شكر حق كاع الناس اللي دعاو معايا في داك الكومونتيرات اللي قريتهم زوينين وفرحت معاهم قلبي قلبي والله القلب ديالي زعما واحد الطمأنينة وواحد الراحة. كنشكركم بزاف اخوتي، وكنشكر كل الناس اللي اتصلوا بيا هاتفيا بكاو معايا. الناس نقول لك باش في راسك كبيره بكيتي ناس والله بكاو معايا، ولكن انا ماشي غايتي انني نبكيهم، ولكن تعرفوا معاك خي علاش حسوا بيك سوبيه والله الا فرحت بزاف. وكنشكر كاع الناس اللي تعاطفوا معايا ووقفوا معايا والله الا كنشكرك. وكنسال الله عز وجل وانا على فراش المرض يا ربي تقضي الاغراض ديالهم وتعطي لكل واحد منهم ما ناوي. امين يا ربي كنسالك يا الله في هذه الايام المباركه تنزل الشفاء على المريض ديالهم وترحم الميت ديالهم. امين. والدنيا وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يصبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا ربي. آمين. بويس خوتي يعني وصلنا لنهايه الفيديو الحمد لله. يعني الاخ هيثم كما شفتوا يعني هو كيضحك فرحان، وحتى حنا كنضحكوا من القلب ديالنا فرحانين على الحاله ديالو الحمد لله. يعني كنتمنى له العلاج والشفاء يعني العاجل. وكنشكروا الناس كاملين اللي صيفطوا له اللي تعاونوا معاه ماديا، اللي صيفطوا لنا حنا واللي صيفطوا له، كنشكركم كاملين. وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا يعني هذا الاجر ويتقبل منكم حتى نتوما. خي هيثم كلمه الاخيره للمتتبعين ديالنا اللي ولاو كيحبوك بزاف خي هيثم. الكلمه الاخيره هو انني كنشكرهم، وكلمه الشكر قليله في حقهم. كنقول لهم نتوما راكم ناس طيبين، يعني عندكم قلب طيب مهما حسيتوا بخوكم. الحمد لله هذا فضل الله تعالى عز وجل. بالنسبه للموضوع ديال القناه ان شاء الله خويا رضا، انا كنطلب من المتتبعين ديالك هما اللي راني دابا اخ ديالهم راه تيبغيو خوهم هيثم ان شاء الله يدخلوا لعندي واحد القناه، واخا دابا حاليا انا في الطبيب، يعني دخلوا يتابونا وتعاونوني يعني في هذه القناه هذه باش ان شاء الله يعني نحاول نخدم على هذا المحتوى ان شاء الله. يعني تنوصل لهذه القناه واللي كناخذ منها هدف هو يعني واحد الربح مادي ان شاء الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى ورزق والله تعالى عز وجل. هذا الشيء نعملوا بالاسباب وكما على الله. هيثم ملي هضرنا على الطب بغيت نسولك يعني مثلا يعني انت يعني باقي عاد جيتي هنايا باقي ما عندكش اللغه، باقي ما متمكنش باللغه الاسبانيه، كيفاش كتواصل معاهم؟ أنا كنتواصل معاهم أخويا بفضل الله من نهار اليوم الأول منين دخلت لهنايا سبحان الله لاجة، وكنت في المستعجلة صبي سخر واحد البنت الله من أطيب خلق الله من الله. أطيب خلق الله واحد البنت الله يوفقها يوصلها للمبتغى ديالها خدامة هنايا في الطب. راه ملي كيعيط لها الطبيب راه يعني كتسبح في العمل ديالها وتطلع لعندي وترجم ويعني وكتوصل لي المعلومه وتوصل كذلك مغربيه ولا جزائريه؟ هذه مغربيه الاصل بنت بلادي هذه، كنحييها وكنقول لها شكرا. كنتمنى ربي يسهل عليها ويوصلها للمبتغى ديالها هي وخوتي المسلمين اجمعين. الله الا زعما بنت طيبه بزاف. من هذا المنبر اخي هيثم كنقولوا لهذ البنت هذه تحيه لك كبيره اختي، وراكي كتشرفين المغاربه، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا العمل خيرا لك. هذا الشيء اللي كاين كما وقفتي مع هيثم الله يوقف معك. بغيت نقول للناس اللي كاملين عندهم نمرد الهاتف ديال خوهم هيثم، انا نتوما راكم عائلتي وحبابي في بلاد الغربه، يعني بظرف انني ما عنديش لا عائله راه الهاتف ديالكم عندي، وانا راني يعني خوكم وولدكم وراكم نتوما اهل ديالي، وكنحييكم بزاف والله يحفظ لكم وليداتكم وشكرا بزاف.